السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير باذن الله. اذا من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على اخر مستجدات قضيه الشاب محمد ابن مدينه اكادير اللي تم العثور على الجثه ديالو مقتول ومحروق ومرمي باحد المناطق النائيه بمدينه اكادير. الله يرحمه والله يرزق الاهل ديالو الصبر والسلوان يا ربي امين. اذا من خلال هذا الفيديو غادي نعرفوا مجموعه ديال التطورات والمستجدات الصادمه بخصوص مقتل محمد وكذلك المتهم الرئيسي في هذه الجريمه واللي يقال عليه انه ابن برلماني معروف بمدينه اكادير. اذا لمزيد من التفاصيل خليكم الى اخر الفيديو وما تزبيوش. الشاب محمد بن دراعو من مدينه أكادير في عمره 30 سنة، رجل أعمال شاب استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في مجال التجارة الإلكترونية، متزوج، الزوجة ديالته باقا صغيرة في العمر ديالها 27 سنة وعندهم بنيتها اللي ما تزاوجش العمر ديالها السنة يلا عندها مسكينة 9 أشهر وتحرمات من باباها بهذه الطريقة البشعة. أخوتي الله يصبرهم يا ربي أمين. إذا تمكن أمن أكادير بفضل معلومات دقيقة لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من فك لغز جريمة مثيرة هزت مدينة أكادير، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما وجدت جثته متفحمة بالحي المحمدي، ويرجح أن يكون مرتكب هذه الجريمة نجل برلماني معروف بسوس. السلطات عثرت يوم الأربعاء 23 نوفمبر على جثة الشاب مرمية بأرض خلاء بضواحي المدينة بعد قتله وحرق جثته. وحسب تصريحات متداولة منسوبة لعائلة الشاب الذي تغيب عن بيت الأسرة منذ الاثنين الماضي، كان يشتغل قيد حياته بمجال التجارة الإلكترونية ويرتبط بمعاملات مالية مع ابن برلماني معروف بجهة سوس ماسة، ويدين له بمبلغ مالي كبير يفوق 372 مليون. وحسب نفس التصريحات التي يرجح أنها شكلت مدخلا للبحث الأمني الذي أطاح بالمشتبه فيه الرئيسي في القضية، فقد ضرب الهالك موعدا مع ابن السياسي النافذ بأكادير من أجل استخلاص المبلغ المالي قبل أن يختفي عن الأنظار، وتكون آخر مكالمة مسجلة بهاتفه تلك التي جمعته بصديقه يخبره فيها أنه يرافق ابن البرلماني بسيارته. وحسب تصريحات زوجة الضحية وشقيقه، لم تتضمن اتهاما مباشرا لابن البرلماني بارتكاب جريمة القتل في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية حاليا بولاية أمن أكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل فك كل الملابسات المرتبطة بهذه القضية التي استنفرت كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالولاية منذ مساء الاثنين الماضي. المشتبه فيه الرئيسي والذي يبلغ من العمر 27 سنة، تنجز التحريات اللازمة معه وسط تكتم كبير حول تطابق أوصافه مع ابن البرلماني الذي كان مدينا للهالك بمبلغ مالي ضخم جدا، خاصة وأنه أجرى مكالمة مع صديقه قبل وفاته يؤكد له فيها أنه برفقة ابن السياسي النافذ وأنه التقى به من أجل تسوية مبلغ الدين، وينتظر أن تنكشف صحة كل هذه المعطيات. إذا يسارع رجال الشرطة الزمن لفك لغز جريمة القتل البشعة التي هزت مدينة أكادير، والتي كشفت بأن المتهم الرئيسي هو ابن برلماني معروف تم توقيفه بعد تدخل مصالح المديرية بعد اكتشاف الجريمة، والآن تقوم بتحقيقات ماراثونية متواصلة من أجل الوصول إلى باقي المتهمين، والتي يرجح أن عددهم 5 أشخاص آخرين والذين رافقوا ابن هذا البرلماني من أجل تصفية الشاب محمد والتخلص من جثته حرقا بأحد المناطق النائية بمدينة أكادير. إذا المصادر ترجح إلى أن عدد المتهمين وصل لغاية هذه الساعة
إلى 6، أي ابن البرلماني وخمس أشخاص آخرين يجري البحث عنهم في هذه الأثناء. كان محمد بن دراعو ما يزال ينوي تناول فطورة يوم الاثنين المنصرم مع أصدقائه والاستمتاع بطبق البيض مطيشة، حيث أكد لهم قبل خروجه من المنزل على الساعة 10 من اليوم المذكور أنه سيلتقي شخصا تجمعه معه علاقة تجارة من أجل الحصول على قسط من الأموال التي يدينها له والتي تبلغ في المجمل 372 مليون. ووفق تسجيلات منسوبة لمحمد، فقد أكد لأصدقائه عبر رسالة صوتية على تطبيق الواتساب أنه سيعود بسرعة، داعيا إياهم إلى إعداد المقيلة ديال البيض ومطيشة من أجل تناول وجبة الفطور جميعا قبل أن يختفي عن الأنظار. محمد كان يعتزم السفر صوب قطر رفقة بعض أصدقائه من أجل تشجيع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، وأنه عاكف يوم الأحد المنصرم على شراء مستلزمات السفر والتشجيع، شرى التونيات، شرى الراية المغربية، وشرى كذلك أقمصة ديال أسود الأطلس، وخد التذكرة ديال الطائرة باش يمشي لقطر ويشجع المنتخب. وبعد ذلك كان ناوي أنه يؤدي مناسك العمرة، ولكن للأسف حتى شي حاجة من هاد الشي ما وقعات. كان موعد الطائرة المتجهة صوب قطر والتي كان محمد يعتزم السفر على متنها كان في حدود الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء، وذلك من أجل حضور مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي، إلا أن ذلك لم يتيسر. المعطيات المتوفرة لدى جريدة أشكاين تفيد أن المشتبه فيه الأول هو نجل البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم تينغير، المتهم الذي يبلغ من العمر 27 سنة فقط، وكانت تربطه علاقة تجارة مع الشاب المقتول الذي عثر على جثته متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي أكادير. المتهم الرئيسي استدرج الضحية إلى المنطقة القروية تماعيت وعرضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال. ياسين شقيق الشاب المختفي أكد لجريدة أشكاين أن الجثة عثر عليها ليلة يوم الأربعاء الماضي وأنها تعود لشقيقه، مؤكدا إلى أن المصالح الأمنية هي التي أخبرته بهذا المعطى وأنه يتابع القضية في تنسيق تام مع عناصر الأمن التي تشرف على هذا الملف. أكد المشتبه فيه نجل البرلماني السابق عن حزب الحمامة أنه التقى بالشاب المختفي يوم الاثنين، حيث رافقه من أجل معاينة أرض بمنطقة تماعيت خارج مدينة أكادير ينوي أن يبني فيها فيلا، وهو ما نفته زوجة المختفي في تصريحات صحفية، مشيرة إلى أن زوجها لم يكن يخطط لبناء أي فيلا. إذن أخوتي، القضية ديالت مقتل الشاب محمد بن دراعو على يد صديق ديالو على وديت واحد المبلغ ديال 372 مليون اللي كان مسلف عليه، فالواقعة وقعت نهار الاثنين. محمد كان مع الأصدقاء ديالو، جات واحد المكالمة هاتفية من هاد المتهم كيقول ليه أجي نتلاقى أنا وياك باش نعطيك واحد القسط من المبلغ، بحكم أن محمد طلب ليه أنه يعطيه شي شوية من داك السلف باش يمشي لقطر يشجع المنتخب، وفعلا قال له اجي وغادي نعطيك واحد المبلغ والبقيه غنعطيها لك من بعد. محمد كان لابس في داك الصباح غير الفوقيه ديالو، ناوي دغيا غيقضي الغرض ويرجع، ودع الاصدقاء ديالو وقال لهم نصف ساعه وانا راجع لكم بما توجدوا المقيله ديال البيض ومطيشه باش نفطروا مجموعين. وكذلك اكد لهم من خلال واحد الاوديو في الواتساب اللي رسلوا لهم، قال لهم انه متواجد حاليا مع الصديق ديالو لكي تسال له هذاك الدين واللي هو ابن برلماني سابق
بمدينة أكادير، قال لهم فهذاك الأوديو وجدوا المقيلة وأنا نصف ساعة وأنا جاي عندكم، ولكن للأسف من ديك الوقيتة محمد غبر وما باليش الأثر. منين وصل الليل والأصدقاء يعني كيتصلوا به وما كيواجبهمش، فمشاو علموا السلطات وعلموا العائلة ديالت محمد، وهنا غادي تبدأ رحلة البحث. ومن بعد السلطات غادي يلقاو واحد الجثة متفحمة بواحد المنطقة نائية بمدينة أكادير. هاد الجثة علم عليها واحد الشخص اللي يعيش حالة تشرد، هو اللي علم السلطات، قال لهم ها لقيت واحد الجثة محروقة وداكشي. انتقلوا الى عين مكان السلطات وخداو الجثة وتعمل لها الADN، واكتشفوا بان هذيك الجثة هي راجعة لهذا الشاب محمد الله يرحمه. ومن بعد اخوتي غادي تبدا التحقيقات مع الاصدقاء ديال محمد، واللي دلاو بمعطيات خطيره جدا، يعني عطاو واحد المجموعه ديال الاوديوهات للسلطات كيبينوا فيها بانه محمد كيقول لهم بانني انا دابا كاين مع ابن هاد البرلماني وغادي نمشي نقضي الغرض دغيا ونرجع عندكم. وهنا السلطات غادي تنتقل مباشره لاعتقال هاد الشاب المتهم فيه الرئيسي، اللي هو في الاول غادي ينكر وغادي يقول لهم بانني تلاقيت مع محمد باش نمشي نوريه واحد الارض بمنطقه تماعيت اللي هي خارجه عن مدينه اكادير، لانه كان ناوي يشري هذيك الارض باش يبني فيها الفيلا. ولكن الزوجة ديال محمد كذبات هذا الكلام وقالت لهم بأن محمد ما كان ناوي يشري حتى شي أرض وما كان ناوي يبني حتى شي فيلا. إذن هذا المتهم كان غير كيكذب. ولكن السبب الرئيسي اللي خلى أن محمد يتلقى معاه ذاك النهار هو المبلغ ديال 372 مليون. هذا الشاب اللي في العمر دياله 27 عام واللي هو ابن برلماني سابق استدرج محمد لمنطقة خلاء بمدينة أكادير وعرضوا للضرب والتعنيف الجسدي، وكذلك خنقوا بواحد الحبل بلاستيكي حتى مات، وداروا في الكفر ديال السيارة وداه حتى الخلا وخوى عليه مادة سريعة الاشتعال وشعل فيه العافية ومشاف حالاته. وهنا الكلاب الضالة غادي تمشي للجثة ديال محمد وغادي تبقى تنهش فيها فواحد المنظر مرعب اخوتي الله يرحمه مسكين. ولكن التساؤل هنا كيبقى مطروح، لان الشكوك تاعهم حول ان هاد المتهم ساعدوه خمسة ديال الناس في تنفيذ الجريمة، لانه راه من الصعب ان على واحد انه يرتكب هاد الشي كامل غير بوحديته، انه يضرب ويخنق ويدير الجثة في الكوفر ويهزها حتى الخلا في الطنوبيل ويديها ويخوي عليها ليسانس ويحرقها، يعني ولا بد من المساعدة ولا بد من ان كاينين اشخاص اللي ساهموا في تنفيذ هاد الجريمة، واللي كانت من ويا ربي ان السلطات توصل لهم وتتعرف على الهويه ديالهم من اجل الاعتقال ديالهم وياخذوا العقاب اللي كيستاهلوه. من جهة أخرى الأسرة ديال محمد منين عرفت بأن المتهم الرئيسي هو نجل البرلماني اللي هو يعني لاباس عليه وعنده بزاف ديال النفوذ في مدينة أكادير، خايفين أنه يضيع الحق ديال ابنهم. ومن هذا المنبر كنقول لهم حنا كنثيقوا في السلطات ديال بلادنا وكنثيقوا في القضاء المغربي، إن شاء الله غادي ياخذ الحق ديالو محمد وغادي ينصفوا القضاء، لأن القانون فوق الجميع. مهما كنتي سواء مواطن عادي او لا نجل برلماني او لا كنتي رجل اعمال او لا كيف ما بغيتي تكون، فالقانون كيمشي علينا جميع. الا كان هذا المتهم الرئيسي اللي هو ابن البرلماني فعلا متورط في هذه الجريمه، فكنتمنوا ليه اقصى واقصى العقوبات، وكنتمنوا ان القضاء ينصف محمد وينصف العائله ديالو.